ثانية هذه أبرز العناوين. رقم وفيات إنفلونزا H1N1 يرتفع، وزارة الصحة تعلن عن 9 وفيات بين فاس، طنجة، الدار البيضاء، الرباط ومراكش. والحالة الوبائية يشخصها وزير الصحة بأنها عادية مقارنة مع السنوات الماضية. سرطان القولون في المركز الثالث في قائمة أكثر أنواع السرطانات انتشارا ببلادنا، ما يقدمه اليوم أطباء المغرب وتكنولوجيا العلاج في سمود 2 بالرباط. وفي اليوم العالمي للمناطق الرطبة، 2 فبراير نتوقف بخليج الدخلة ضمن المناطق المحمية باتفاقية رامسار. خاصيات المنطقة وما تقدمه لطيور تهاجر بعد قليل. وساعات قبل انطلاق السباق الصحراوي، أولى المشاركات بدأنا في الوصول إلى الدخلة. طقس المدينة يسمح بمغامرة رياضية لمغربيات وأجنبيات في تحدي رياضي لكن بنفس إنساني. اللحظة نعبر إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى تفاصيل ظهيرة 2 فبراير. رقم جديد أعلنت عنه قبل لحظات وزارة الصحة عن وفيات إنفلونزا H1N1. الرقم ارتفع إلى 9 وفيات، 4 حالات كانت تخضع للعلاج في مصحات خاصة، و5 وفيات كانت تخضع للعلاج في مستشفيات عمومية يتوزعون على المدن التالية وهي فاس، طنجة، الدار البيضاء، الرباط ثم مراكش. وضمن الوفيات رضيع من أزلال عمره لا يتجاوز 6 أشهر كان يعالج في المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش. والحالة الوبائية يشخصها وزير الصحة أناس دكلي بأنها عادية مقارنة مع السنوات الماضية. واللحظة نستمع إلى تصريح لوزير الصحة أنس الدكالي أدلى به قبل لحظات بمديرية الأوبئة لمصطفى السعدوني. سجلنا للأسف 9 ديال الوفيات اليوم إلى حد الساعة، 9 الوفيات. وبهذه المناسبة نبغي نتقدم بأحر التعازي للأسر، ونبغي في نفس الوقت نأكد على أنه سنستمر في الوقاية، ونأكدوا بأنه بالنسبة للأشخاص اللي عندهم سن كبير فوق 65 عام، نساء حوامل، أطفال أقل من 5 سنوات، والناس اللي عندهم أمراض مزمنة، القلب، الشرايين، الدقة، باش ينتبهوا، يغسلوا يديهم، ما يقربوش من الناس المرض، وفي نفس الوقت إلى إصابتهم من منزلة وحسوا بشي ضيق في التنفس أو عياء كثير، ما يترددوش، يمشيوا ويستشروا في مركز صحي عند طبيب أو في المستعجلات إذا كان خارج أيام الأسبوع. الوزارة هي معبأة من أجل ذلك. ما يتعلق بالأدوية، كنتأكدوا يوم بيوم بأنه الأدوية متوفرة في المراكز على مستوى المستشفيات وعلى مستوى المسحات. بالنسبة للساكنة ديال العالم القروي اللي بعاد من الهياكل الصحية، البرنامج الرعاية تم التقوية ديالو، كاين تعبئة ديال الأطر الطبية المتنقلة باش تكون أكثر قرب من المواطنين في هالفترة ديال البرد الصعبة. وبشكل عام أريد أن أطمئن فيما يتعلق ب يعني التعبئة القصوى اللي عملها وزارة الصحة باش يمكن نتجاوزوا هاد الفترة الوبائية الموسمية. وعن وضعية الأطفال الذين كانوا يعالجون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد هنا في الدار البيضاء، فقد أكد لنا قبل قليل البروفيسور هشام عفيف وهو مدير المركز الجامعي أن 19 طفلا غادروا بالأمس المركز الجامعي، والحالة الوحيدة لطفل في 4 من عمره غادر صباح اليوم مصلحة الإنعاش الطبي. وضعيته مستقرة تحت أعين الأطباء بالمركز الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، لكنه الآن خارج العناية المركزة، وجميع الحالات يمكن أن تعالج إذا تم التشخيص الصحيح وفي الزمن الصحيح، وتبقى شروط الوقاية أساسية جدا. عملية بسيطة قد نغفل عنها في بعض الأحيان، غسل اليدين مثلا، فعبر اليدين يمكن أن ينتقل أكثر أو تنتقل أكثر من 80% من الجراثيم. والبقية معك مبارك الإبراهيمي.
مع حلول فصل الشتاء وما يواكبه من انخفاض حاد في درجات الحرارة تبدأ أعراض الإنفلونزا في الظهور، سيلان في الأنف، السعال وحشرجة في الحنجرة. لتجنب هذه الأعراض يكفي القيام بحركات بسيطة يوميا، غسل اليدين بالصابون من الأفضل أن يكون سائلا، إجراء صحي عادي يعرفه الجميع، غير أننا نتهاون في القيام به رغم بساطته. 80% من الميكروبات تنتقل عن طريق اليدين. الإجراء البسيط الثاني وضع منديل على الفم عند السعال، ومن الأفضل أن يكون من الورق، يلقى في القمامة مباشرة بعد الانتهاء منه. على المصابين الامتناع عن السلام على النساء الحوامل، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من مرض عضال أو المصابون بالسكري أو المسنون، فهذه عينات عرضة للإصابة بصورة سهلة. أخيرا، الوقاية خير من العلاج، وأول بادرة للوقاية هي التلقيح. وموضوع إنفلونزا H1N1 كان حاضرا في اللقاء الذي حل فيه ضيفا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نظمته أمس بالدار البيضاء جمعية خريجي معهد العلوم السياسية. العثماني قال إن وزارة الصحة حريصة على التواصل مع المواطنين من أجل العلاج، التحسيس وأيضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وأضاف رئيس الحكومة أنه لا ينبغي نشر الفزع في نفوس الناس، فالإنفلونزا يضيف سعد الدين العثماني موجودة في كل بلدان العالم وتتم معالجتها. يصيب السرطان أزيد من 18 مليون شخص في العالم سنويا، يتسبب في حالة وفاة واحدة من بين 6 وفيات. نسبة الشفاء تحددها جملة شروط على رأسها التشخيص المبكر. وطنيا سرطان القولون يأتي في المركز الثالث في قائمة أكثر أنواع السرطانات انتشارا. ما يقدم اليوم أطباء المغرب ثم تكنولوجيا العلاج في سمود 2، مؤتمر الأخصائيين في هذا النوع من السرطان، احتضنته صباح اليوم الرباط. كان هناك عبد الحفيظ المنور. سرطان القولون أو المستقيم يعد ثالث السرطانات بالمغرب بعد سرطان الرئة والبروستات لدى الرجل. صعوبته تتجلى في كونه لا يظهر في مراحله الأولى، ما يتطلب عددا من الفحوصات الدورية للكشف. هذا السرطان رغم تقدم وسائل التشخيص، إلا أنه في أغلب الأحيان يشخص في مرحلة جد متأخرة، بحيث أنه يكون منتشرا في جميع أعضاء الجسم، وبعض الأحيان يشخص عند حدوث بعض المضاعفات الخطيرة. المؤتمر الوطني الثاني للجمعية المغربية لمحاربة سرطان الجهاز الهضمي يجمع نحو 300 مختص لتبادل ما وصلت إليه مستجدات الطب في المجال. باشات علمية تعليمية في التكوين المستمر المرحلة الثانية، وهو محاضرات اللي غادي يتكلموا على المستجدات الحالية الحديثة لتشخيص مرض سرطان القولون. بفرنسا نشتغل بنفس الطريقة كما هذا المؤتمر، نقوم بإجراء الفحوصات على المصابين وأخذ العينات للاشتغال عليها والحصول على المعلومات التكميلية. ولتجنب سرطان القولون ينصح المختصون بالابتعاد عن المواد المسرطنة بما في ذلك التدخين والدهون والحفاظ على الوزن من خلال التغذية السليمة والأنشطة الرياضية والعناية بالجسم من خلال الكشف الدوري عن مختلف الأمراض. كما استشعرتم الطقس بارد وممطر في بعض المناطق ببلادنا. مديرية الأرصاد الجوية تتوقع أن يستمر الطقس باردا بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار وزخات مطرية فوق مناطق الريف، سايس هضاب الفوسفات والماس والغرب والشاوية. مديرية الأرصاد الجوية تتوقع أيضا أن يكون البحر هائجا في بعض المناطق الساحلية ما بين المادية وطنطان، يتوقع أن يصل علو الأمواج إلى 6 أمتار، فالمرجو في طقس مشابه الابتعاد عن الشواطئ.
وخارج المغرب عاصفة قطبية في أمريكا قتلت أزيد من 20 شخصا وشلت الحركة تماما أمام برودة استثنائية انخفضت درجات الحرارة في بعض الولايات الأمريكية إلى ناقص 49 درجة تحت الصفر. ناديا ليوبي. بعدما تدنت درجة حرارة الهواء إلى مستويات أقل من درجة حرارة مياهها، تحولت بحيرة ميشيغان إلى صفحة بيضاء وإلى كتلة ضخمة من الجليد بفعل تجمد المياه. العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية جمدت ثاني أكبر بحيرة من حيث الحجم، جلبت معها بردا قارسا لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية له مثيلا منذ 25 سنة، حيث تسببت هذه الموجة من الصقيع في وفاة أزيد من 20 شخصا، وتعطلت بفعلها حركة السير في الشوارع، وتوقفت الرحلات الجوية، وتعطلت الدراسة في المدارس. أيضا أغلقت بعض الولايات المكاتب الحكومية التابعة لها، لكن البعض رأى في هذا الجو البارد فرصة لالتقاط صور تذكارية مع هذه اللوحة الطبيعية الساحرة، حيث حولت الثلوج الأشجار والنباتات إلى ما يشبه المنحوتات الفنية. ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة الثلجية الأيام القادمة إلى تساقط ما يصل إلى 25 سنتيمترا من الثلوج على بعض الولايات وهطول أمطار على ولايات أخرى. والصورة في جنيف ليست بحجم ما شاهدنا اللحظة في أمريكا. المحرار سجل درجتين هذا الصباح بعدما توقف عند الصفر أمس برودة بسبب التساقطات الثلجية كما شاهدتم، وهي تغطي مقر الأمم المتحدة. طقس أربك مجموعة من الخطوط السككية وتسبب في إلغاء العديد من الرحلات الجوية من مطار جنيف. أزيد من 5900 شخص منذ بداية العام الجاري دخلوا إلى أوروبا، هم مهاجرون سريون، نسبة منهم من طالبي اللجوء في القارة العجوز. أرقام حديثة صدرت عن المنظمة الدولية للهجرة، والتفاصيل معك نادية اليوبي. في حصيلة جديدة قدمتها المنظمة الدولية للهجرة جاء فيها أن القارة الأوروبية عرفت خلال هذه السنة دخول ما يفوق 5900 مهاجر ولاجئ إلى أراضيها عن طريق البحر. الهجرة السرية هذه خلفت خلال هذه الفترة مصرع 208 أشخاص أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز. وكانت الهجرة التابعة للأمم المتحدة قد أفادت أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط هم أقل بكثير من العدد الذي وصلها السنة الماضية في نفس الفترة. أما عدد الذين لقوا مصرعهم في عرض البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا فقد انخفض هو الآخر مقارنة مع يناير من العام الماضي. وقد ترتب عن هذه الهجرة غير الشرعية أعباء على المالية العامة لأوروبا وأعباء ديمغرافية وأمنية في القارة، مما دفع بالقارة الأوروبية إلى تخصيص اعتمادات مالية بهدف السيطرة على تدفق هذا الكم من المهاجرين. في أزمة كاراكاس المعارضة تختبر شعبيتها اليوم في تظاهرة دعا إليها خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة، وذلك للمطالبة بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو والدعوة إلى إجراء انتخابات حرة. غوايدو قال إنه مستعد للدخول في مفاوضات شرط أن يكون رحيل مادورو على طاولة المفاوضات. وكان البرلمان الأوروبي قد اعترف بسلطة غوايدو، ومن أكثر البلدان مساندة لهذا الأخير واشنطن. واشنطن لا تخفي دعمها وتواجهه في مربع فنزويلا بروسيا، روسيا التي تساند نيكولاس مادورو في حرب يراها البعض باردة بين القوتين. وبالتزامن مع خط فنزويلا المشتعل، واشنطن أعلنت أنها ستعلق بدءا من اليوم السبت كافة التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة. وقبل قليل ورد عن وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هو الآخر انسحاب روسيا من هذه الاتفاقية. ووطنيا، رقم مهم سجلته حركة الملاحة الجوية، عدد المسافرين عبر المطارات تجاوز 22.5 مليون مسافر العام الماضي، وشبكة البوابات الجوية تعززت بمحطة جوية جديدة بمطار الرشيدية مولاي علي الشريف
ترفع الطاقة الاستيعابية من 100,000 مسافر إلى 300,000 شخص في السنة. من الراشدية عبد الصمد طعام. تدشن هذه الطائرة القادمة من فاس في رحلتها الجوية المنتظمة المحطة الجوية الجديدة لمطار الراشدية، انسجاما مع استراتيجية المكتب الوطني للمطارات في رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الجهوية ومع تحسن مؤشرات حركية المسافرين. قدمنا من برشلونة عبر فاس في رحلة رائعة. أنا جاي من فرنسا وركبت في برشلونة لفاس. فاس جينا هنا والحمد لله. كنا كنديروا من فاس في الكار 10 السوايع ولا 8 السوايع، دابا غير 25 دقيقه. بغينا المسؤولين باش يديروا لنا واحد الفول ديريكت لفرنسا، ماشي باش نديروا الاسكال. تجهيزات حديثه لضمان جوده الخدمات للمسافرين جوا، والذين انتقل عددهم الى 18400 شخص في الستة اشهر الاولى من 2018، ارتفاع قدره 66%. بفضل التنسيق مع جميع المتدخلين في ميدان السياحة والجهة، المحطة الجديدة بفضل المنشآت ديالها والتجهيزات ديالها والطاقة الاستيعابية الجديدة راه تمكن من زيادة الرحلات، خاصة الرحلات المباشرة والدولية. تطوير شمل إنجاز موقف للسيارات وتوسعة الطريق المؤدية للمطار وتحديث التجهيزات لتصل قدرته الاستيعابية إلى 300,000 مسافر في السنة. وثاني فبراير هو اليوم العالمي للمناطق الرطبة. ماذا نقصد بالمناطق الرطبة؟ هي كل الفضاءات التي تغمرها المياه كليا أو جزئيا على مدار السنة أو لفترة مؤقتة. تعيش بهذه المناطق الرطبة أحياء مائية وهي مستقر الطيور المهاجرة إلى حين. رامسار اتفاقية دولية تحمي هذه المناطق الرطبة. والنموذج من الداخل معك زكريا عبد المجيد ونزار بوحوت. مؤهلات عديدة تلك التي يكتنزها خليج وادي الذهب الذي يعد من أهم المحميات الطبيعية بجهة الداخلة، فهو مصنف كمنطقة رطبة تحتوي حوالي 40 نوعا من الأسماك النادرة والطحالب والطيور المهاجرة، ما يجعله محط اهتمام الفاعلين الجمعويين لضمان استدامة مقدراته. خليج الداخل والذهب من بين المناطق الموجودة في الجهة التي تمتد على 37 كيلومتر ومساحة 400 كيلومتر، وهو عبارة عن فسيفساء تؤسسها كثبان رملية ويمتاز بمراعي بحرية مزهرة بأشكال متنوعة من النباتات والكائنات الحية. خليج الداخل والذهب ومناطق الرطبة اللي زون الميد اللي عندنا تصنف باش تبقى دائما محافظ عليها وينعطالها ذاك الصفة الخاصة ديالها تحافظ عليها للاستدامة ديالها. خليج وادي الذهب تم تصنيفه كمنطقة رطبة منذ سنة 2005، يعني يدخل ضمن المناطق الرطبة تبعا لاتفاقية رامسار، وكلكم يعرف أهمية المناطق الرطبة في الحفاظ على الإيكولوجيا وفي الحفاظ حتى كذلك على النظام البيئي. في الصورة اجتماع لفرع الائتلاف المغربي لحماية البيئة بالداخل في جدول الأعمال دراسة آليات تثمين المناطق الرطبة التي يصل عددها إلى 42 منطقة تحتاج إلى عناية خاصة. عندنا عديد من الرهانات للمحافظة على هذا الوسط الطبيعي اللي فيه عديد من يعني الأنظمة الإيكولوجية المهمة واللي هشة واللي اليوم يعاني ربما في صمت من الزحف العمراني. النمو الديموغرافي والتنمية العمرانية والحركة الاقتصادية لجوهرة الجنوب كلها عوامل تضع خليج وادي الذهب على محك الهشاشة الأيكولوجية وتتهدد استدامة الموارد الطبيعية لهذه المحمية المميزة. والطقس معتدل في الداخل يسمح لسباق الصحراوية أن ينطلق غدا الأحد بمشاركة أكثر من 80 مشاركة من مختلف دول العالم. ومطار الداخل استقبل صباح اليوم أولى المشاركات في مغامرة رياضية بنفس إنساني مخصصة حصريا للنساء يتنافسن في مراحل مختلفة من سباق الصحراوية من أجل الفوز بدعم مالي لصالح الجمعية التي يمثلنها. زكريا عبد المجيد ونزار بوحوت صباح اليوم من الداخل. هي صور أولى السيدات اللواتي وصلن مطار الداخل للمشاركة في سباق الصحراوية. أكثر من 80 امرأة سيخوضن طيلة أسبوع منافسات رياضية بطعم تضامني خدمة لقضايا المرأة،
المشاركة العربية والإفريقية هذا العام حاضرة بقوة. هذا المشاركة هي الأولى وكانت يعني فرصة أنه أنا أشارك بهذا الماراثون الرياضي وفرصة أكبر أنه أنا أزور وأتعرف على الدخل هذا العالم الجميل. أنا أشارك باسم الوكالة المغربية للتعاون الدولي، هي أول مرة أخوض هذه المنافسات وأتمنى أن أحقق نتيجة جيدة. النسخة الخامسة للصحراوية تتميز بالاستمرار في تعزيز قيم التحدي النسائي وتقوية إشعاع هذا الحدث البارز الذي باتت تحتضنه جوهرة الجنوب. هذا العام المشاركة من فرنسا، أمريكا، إفريقيا، وكان مشاركة من المغرب. تقريبا 30% من المشاركات انترناسيونال. من 2 إلى 9 فبراير تستضيف الدخل منافسات السباق الصحراوية الذي يسعى لتقوية حضور المرأة في مختلف مناحي الحياة ورفع قدراتها التنافسية في القارة السمراء. نغير الوجهة تماما شمالا هذه المرة نحو الحسيمة، قلعة أربعاء توريرت أو القلعة الحمراء من معالم الريف التاريخية. بنيت في أربعينيات القرن الماضي تمتاز بشكلها الهندسي الفريد الذي يضعك في قلب قصفات المناطق الجنوبية، واليوم هذه القلعة أضحت ثراثا وطنيا. فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. قلعة أربعاء توريرت لا تزال تحافظ على حلتها الحمراء المطلة على واد نكور، شيدت في بداية أربعينيات القرن الماضي على يد الكولونيل الإسباني إميليو بلانكو لتتفرد بشكلها الهندسي الذي لا مثيل له بمنطقة الريف الشبيه بقلاع المناطق الجنوبية، حيث كانت مقرا إداريا مهما إبان فترة الاستعمار الإسباني وبعد الاستقلال. البناية كانت تشتمل على 99 غرفة، كانت قلعة وفي نفس الوقت مؤسسة إدارية يسميها السكان بالمنطقة فيسينا، وهي تحريف لكلمة أوفيسينا باللغة الإسبانية، حيث كانت فيها مستوصف مهمته اجتماعية، كان فيها محكمة شرعية للتقاضي بين المواطنين. والقلعة الحمراء اليوم أضحت محمية بنص القانون بعد أن قررت وزارة الثقافة والاتصال تقييدها ضمن اللائحة الوطنية للتراث الثقافي، بعد أن استفادت من بين 4 مواقع تاريخية أخرى بإقليم الحسيمة من مشروع ترميم رصد له غلاف مالي يناهز 11 مليون درهم ضمن مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط. هو مشروع أيضا ترميم وتهيئة ما يسمى بالقصبة الحمراء أو القلعة الحمراء بأربعاء توريرت أيضا بإقليم الحسيمة. هذه القلعة التاريخية التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1940، وتشبث الساكنة بهذه المعلمة باعتبار رمزيتها التاريخية وأهميتها العمرانية والمعمارية أيضا، دفع كذلك وزارة الثقافة إلى أن تكون مبرمجة هذه القلعة في إطار هذا المشروع. قلعة أربعاء توريرت أو القلعة الحمراء هي اليوم تراث وطني ينتظر التتمين عبر انطلاق مشروع الترميم الذي قد تتحول فيه القلعة إلى مركز للإشعاع الثقافي والتراثي بإقليم الحسيمة وجزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية لمنطقة الريف. وخارج المغرب فعلها القطريون وعادوا بكأس أمم آسيا من قلب العاصمة الإماراتية أبو ظبي. المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه يتوج بهذه الكأس عقب فوزه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فما كان للقطريين إلا أن يغنوا فرحا في الدوحة بهذا التتويج، كيف لا وقطر حصلت على العلامة الكاملة، فازت في 7 مباريات على لبنان، كوريا الشمالية، العربية السعودية، العراق وكوريا الجنوبية والإمارات. منتخب قطر سجل 19 هدفا واهتزت شباكه مرة وحيدة في النهائي أمام الساموراي. في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في ظهيرة 2 فبراير، وفيات
إنفلونزا H1N1 يرتفع. رقم جديد أعلنت عنه قبل قليل وزارة الصحة، 9 وفيات، 4 حالات كانت تخضع للعلاج في مساحات خاصة، و5 وفيات في مستشفيات عمومية يتوزعون على المدن التالية: فاس، طنجة، الدار البيضاء، الرباط، ثم مراكش والحالة الوبائية. يشخصها وزير الصحة أنس دكالية بأنها عادية مقارنة مع السنوات الماضية. أما بخصوص وضعية الأطفال الذين كانوا يعالجون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، فقد غادروا جميعا بالأمس المركز، والحالة الوحيدة لطفل في الرابعة من عمره غادر صباح اليوم مصلحة الإنعاش الطبي. وضعيته مستقرة لكنه لا يزال تحت أعين الأطباء بالمركز الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، لكن خارج العناية المركزة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عرض الظهيرة. يمكنكم أن تتفضلوا بالولوج إلى موقع القناة أو تطبيق القناة ميدوزام لمزيد من الأخبار. النشرة القادمة أمازيغية في 8:15 مساء، أنفوسواغ الليلة مع غزلان الطيبي وهشام الغرفوي، يلقاكم في المسائية عند 9 ليلا. أخبار الرياضة مباشرة بعد الظهيرة، إلى الغد بإذن الله.